سلام، أهلا بكم. دونك في هذا الدرس كما قلنا الدرس الأول من دورة تعلم لغة التكنولوجيا، سوف نقوم ب الرابيل خفيف على لي زوبجي لي فاريابل في جافا سكريبت. دونك علاش؟ لأن النوت جي اس تعتمد كثيرا على لي بازيك تاع الجافا سكريبت. دونك حنا كما قلنا باش نديكلاريو سوا ان فاريابل او بيان ان اوبجي. Par exemple, un variable, c'est juste une petite var, par exemple, x égale à 5, virgule, var, par exemple, y égale à 2,5, après, var, z égale x plus y. Donc, هذو les variables, يعني هنا par exemple, هذه ديكلارينا فاريابل اكس دو تيب انتيجر، ديكلارينا فاريابل y دو تيب فلوت، ابري فاريابل زد اللي هو الفلوت زائد الانتيجر. يعني هنايا ما خصناش نقولوا انتيجر فلوت انتيجر، هنا خص تكتب فار الاسم تاع الفاريابل والقيمه اللي هزها، الاسم تاع الفاريابل والقيمه اللي هزها، الاسم تاع الفاريابل والقيمه تاع اللي هزها. هو باغ اكزومبل نافيشيو زد جوست كونسول console.log. Voilà, console.log. Ngoulou. Var z is. Voilà. Plus. On a toujours qu'il mette z. Voilà. On a même search point virgule. Après une exécutive. Voilà. فاريابل زد هو 7.5، دونك اللي هو 5 زائد 2.5 اللي هي 7.5. فوالا نشوفو هنا الريزلت. دونك هاديك كيفاش نديكلاري فاريابل في جافا سكريبت عادي جدا. باغ اكزومبل كي نحكيو على لوبجيكت، لوبجي في الجافا سكريبت، شنو هو لوبجي في الجافا سكريبت؟ هنا بالمناسبة دو زونتي سلاش في الجافا سكريبت هي كومونتير. نقدروا اوسي نعملوا لها بحال زياده، فوالا كوم سا اوسي سي كومونتير سوا دون دو دو زونتي سلاش كوم سا باغ اكزومبل ايسي كوم سا نقولوا فاريابل. فوالا لي فاريابل هنا لوبجي، لوبجي سي نقدر نحطو هنا كوم سا. دونك حنا لوبجي، لوبجي باغ اكزومبل حنا عندنا طالب جامعي عنده الاسم، عنده last name first name après l'âge après l'email par exemple. Donc on a toutes les informations tiens un student. On a un goulou choix un goulou par exemple var un goulou var student info. ستودنت انفو واش عندنا؟ يعني المعلومات الخاصة بالطالب، يعني في الجافا سكريبت قلنا نحلو معقوفتين كيما بحال زي هذا هنا بوان فيرغيل هنا. ابري هنا ندخلو لي زانفورماسيون الخاصة بالطالب. شنو هما لي زانفورماسيون الخاصة بالطالب؟ لي زانفورماسيون الخاصة بالطالب هي قولو لاست نايم كوم سا، لاست نايم هايك باغ اكزومبل virgule first name par exemple Ahmed, par exemple age par exemple age c'est directement Google par exemple 27 virgule après par exemple email انا نقولو ايميل باغ اكزومبل ايميل مثل ايميل اي ايميل، يعني تكتب هنايا نقاط نقاط ابري روبيل جيميل دوت كوم وين مثل باغ اكزومبل ايميل او باس جيميل دوت كوم باغ اكزومبل. هذا الميل، هذه لي زانفورماسيون خاصه باغ اكزومبل انفو ستودنت 1
هذه انفو ستودنت ا. باغ اكزومبل هذه الانفو تاع ستودنت ا، تحب تعرض المعلومات الخاصه بالانفو تاع ستودنت ا، واش دير؟ تحكم ديريكتومون ستودنت انفو ا بوينتي باغ اكزومبل على لاست نيم، بوينتي على لاست نيم. هنا بهذا لوبجي لحقنا، قدرنا نلحقوا الخاصيه تاع لاست نيم، نقدروا اسي نلحقوا الخاصيه بلاس. أيضاً هنا زي نقولوا class student dot first name class class student student dot age class. voilà par exemple mail. voilà هنا نكتفي بهذا الحد. دونك هادو هنايا لي زانفورماسيون الخاصة، ولكن هنا خصنا واش هي؟ خصنا كونسول دوت لوغ، هادي كونسول دوت لوغ، كاع هادو لي زانفورماسيون تاع السيودنت نحبو نافيشيهم هنايا. فوالا نديرو فاريزا، نديرو هنايا فاريزا من قطع. فوالا دونك ديكلارينا ان اوبجي لي هو انفو ستودنت، عطينا لاتريبي الفاليو، لاتريبي الفاليو، لاتريبي الفاليو تاعها، اي لاتريبي الفاليو تاعها. هنا كيما رانا نشوفو عطانا ان ايرور كونسيرنون الايج. دونك هنا ما قبلهاش، دونك ici c'est deux points، voilà c'est juste deux points. donc value l'attribut value l'attribut value ديما l'attribut value l'attribut value. نحبو par exemple نافيشيو mail mail جي directement ici. voilà شنو هو شوية تري لون، نكتبو mail بوانتيو المايل عادي جدا. يشيو كيفاش اكزيكيتيو ريزيتا ران. فوالا هذا الفاريابل الاول اغاك ام ادفانت سيت اللي هي هذه كونسول الاولانيه، بعد ابري الميل. دونك هنا باش نبينو بلي كاين هنا جوست نكتبو هكذا ميل بليز. هنا باغ اكزومبل نديرو ان بتيت اسباس هنا لي بلوس هاذي هنا اوسي بلاس بتيت اسباس هنا منمسكش بلاس بين هاذي و هاذي بعد ابري بين هاذي و هاذي نديرو ان بتيت اسباس نحفظو الملف ابري نسجلو. فوالا عطاك اغاك امل 27 الميل. فوالا دونك هذا لوبجي. دونك هنا ديكلارينا ان اوبجي وهنا ديكلارينا دي فاريابل عادي. دونك هذا هو الدرس اليوم، نلتقي في دروس اخرى ان شاء الله.